أعلن أمين سر جمعية المهندسين الكويتيين فهد العتيبي عن انطلاق الورشة العالمية التاسعة لصحة وسلامة الهياكل الإنشائية، والتي ستعقد برعاية وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة للشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي خلال الفترة من 12 إلى 14 من فبراير. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعية للإعلان عن الورشة بحضور رئيس اللجنة العلمية المنظمة للمؤتمر ورئيس فرع الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين في جامعة الكويت الدكتور وليد عبد الله، وعضو الجمعية ونائب رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر علي محسني ودكتور محمد الخميس من التطبيق ومديرة برنامج استدامة واعتمادية البنية التحتية في معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتورة شيخة السند. نتشرف فيكم اليوم في جمعية المهندسين الكويتية لانطلاق مؤتمر الصحفي لانطلاق الورشة العالمية لسلامة وأمن المنشآت تحت رعاية فاضلة من معالي وزيرة الأشغال ووزير الدولة شؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان، لنشكر لها رعايتها وإن شاء الله تفضلها في الحضور للمؤتمر، كما نشكر الجمعية العالمية لسلامة وصحة المنشآت المدنية لتقديم مثل هذه الأفكار وتقديم مثل هذه المبادرات، والشكر موصول للجنة المنظمة لحرصها على إبراز مثل هذه الدورات الفنية اللي تصب في مصلحة الوطن والمواطن بإذن الله. الورشة هي لصحة وسلامة المنشآت الهندسية المدنية، تعتمد على الروبوتكس، الريموت سنسينج، كل الأمور التكنولوجيا اللي احنا قاعد نشوفها الحين بنطبقها بالكويت عندنا. الورشة راح يشارك فيها 5 متحدثين عالميين مدعوين، وإن شاء الله نكتسب منهم التكنولوجيا. وعندنا ورش عمل من معهد الأبحاث، ورشة عمل على آخر تطبيقاتهم والتكنولوجيا وأبحاثهم في السنسرز، وعندنا من قسم الهندسة كمبيوتر جامعة الكويت راح يسوون ورشة عملية لعمل الروبوتكس اللي هي شلون حصول المنشآت البدنية عن بعد، وورشة عملية. وعندنا ورشة أخرى من أهم قسم الهندسة المدنية على نفس استعمال صاحب سلامة للطرق على استشعار عن بعد.